السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مادة كيف تحفز نفسك بفاعلية نحو تعلم الإنجليزية. معكم أخوكم عبد الله العامر، وهذا هو المحور الأول في هذه المادة والذي جاء بعنوان هل الدافعية مهمة؟ سنستعرض معكم إن شاء الله مجموعة من النقاط. ماذا عن تعليمنا النظامي؟ هل هو نظام محفز لتعلم الإنجليزية وهل هو مشجع عليه؟ سنستعرض ذلك بشكل مفصل، وأيضا سنتطرق إلى قصة الأقلام وكتابة القصة. هذه أحد القصص التي أحب أن أذكرها لأبين أهمية الدافعية وتعلم اللغة الإنجليزية. سأتطرق معكم أيضا إلى الأثار السلبية من إهمال الدافعية، ما الذي حصل عندما أهملنا هذه النقطة، وسأختم بمعادلة المتعلم الذكي غير المتحفز. خلكم معنا في هذه الحلقة الأولى.